الآن عندكم صفحة 45، أنا عندي والكفاءة في النكاح معتبرة. هذا بناء أبو حنيفة تكلم في الكفاءة في النكاح بناء على إيش مشيخنا؟ بناء على أنه قال المرأة تزوج إيش؟ نفسها. فإن تزوجت المرأة غير الكفء فللأولياء أن يفرقوا بينهما. إحنا قلنا الأصل في المذهب الأولياء يفرقوا، بس الفتوى على إيش؟ أن لا ينعقد العقد بسبب تخاذل القضاء وتأخير وكذا، أصبح العقد أصلا لا ينعقد. فهمناها؟ أصبحت الفتوى في هذه على ماذا مشايخنا؟ على عدم انعقاد العقد إذا كان غير كفء. والكفاءة تعتبر في النسب والدين والمال، وهو أن يكون مالك للمهر والنفقة، وتعتبر في الصنعة. طب نأتي لها النسب مشايخنا. طبعا موضوع الكفاءة في النسب ممكن يلتغي، خلنا أناقش هاي معكم. في الدين ممكن يلتغي، الدين معناه التقوى، مش الدين مسلم غير مسلم، لأن غير مسلم غير مسلم هاي منتهين منها. المال الكفاءة بحث عرف، وبالتالي مدارها على التعيير. الكفاءة بحث عرفي ومدارها على إيش؟ على التعيير. وبالتالي للمجتمع أن يحدد المقاييس. هذا جواب على سؤالك يا شيخنا. هل نجد في مجتمعنا أصبحت المعلمة وغير المتعلمة لها قدر في هذا؟ هل عشيرة معينة، هل بلد معين له تقدير؟ يعتبر. فإن كان من زوجت نفسها له بصفة مثل هذه الصفة تلحق العارة بأهلها لا ينعقد. وبالعكس لو انفرد أهلها أخوها بتزويجها وكان يلحق بها العار لا تنعقد. يعني بتخزى بس تقول زوجي فيه هذه الصفة. الآن قديما ما هي الصفات التي اعتبروها هذه ليست مقطوع بها؟ يرجع للعرف، متغير، ممكن نلغيها، ممكن نترك بعضها، ممكن نزيد عليها. قديما اعتبروا النسب. النسب ايش معناه؟ قريش اكفاء لبعض، والعرب اكفاء لبعض، هكذا. فبالتالي هم لحد الان، وترى لحد الان معروف موجود عند الهاشميين، بتعرفوا هذا الكلام، الاشراف لحد الان ما بيزوجوا خارجي. وطبعا احنا الان بنقول من جهه الديانه، من جهه الديانه يعني حرام اللي بتفعلوا هذا، يعني اتقوا الله عز وجل تتركوا. ورجالهم بيذهبوا لاوروبا وامريكا وكذا بتزوجوا من الشام ومن غيرها ومتروكات. هذا اكثر شيء بيظهر في السعوديه، ترى واضح جدا، يعني واضح متروكات وما ضل. احنا فرقنا ما بين العرف فيها من جهه القضاء بنعتبر، ومن جهه كذا فموجوده. الان العرب قديما مشايخنا في تاريخنا، في تاريخنا الاسلامي لعند اول 200 سنه او 250 سنه كانت الحكم للعرب تقريبا، يعني بني اميه اوائل دوله بني عباس كان الذي يحكم المكان والصدارة تماما للعرب حوالي 200 سنة، يعني 250 سنة. بعدها استراحوا لحد الآن، مخذين إجازة. بعدها ما عاد الفقه كله كتب في هذه المرحلة كاجتهاد مطلق، ونظم وكذا كان أساس الفقه في هذه المرحلة. والعرب كان لهم يعني لأنهم يعني لهم فضل كبير. يعني احنا ممكن يعني بعضنا في القاعة، يمكن في القاعة يمكن واحد اثنين منا يرجع لأصول العرب، والباقي عجمية ترى، ما يعني تختروش فيها. يعني العرب لهم فضل، لهم فضل كبير جدا، لانهم لهم مكان انهم اوصلوا الدين للاخرين وجاهدوا يعني. فكان عاده الحكم والولايات والقياده كلها لمين؟ كلها لهم، لهم مكانه. ذاك ترى العرب في الحقبه الاولى ما عرفوا بالعلم كثير، لان كانت السياده لهم، فكانوا مشغولين بالقياده والسياسه والوجاهه. والعجم يعني اكثر حتى اشتغلوا بالعلم وطلبوا العلم اكثر من العرب. موجود عرب بس يعني نسبه العجم تجد ايش اكثر. في هذه الحقبه اللي كانت السياده بطريقه كبيره جدا للعرب، كان ايضا يعني المعيب ان تزوج العربيه لغير العربي. فهمناها؟ معيب. قال عشان تشوفوا كم مقام، قالوا إلا الفقهاء والعلماء فإنه كفؤ ولو لبنت الهاشم.
لأنه ما في رتبة أعلى من رتبة العلم، استثنوا هذا. هذا ما الكلام الذي يقول لكم موضوع عرفي ولا مش عرفي؟ عرفي. هم هكذا. الآن اللي بعديها إيش هي الدين؟ الدين التقوى، يعني الصلاح. إذا أبوها صالح وهي صالحة وتزوجت من فاسق بيستطيع وليها يفسخ، فصلاح وصلاح والدها اثنين يقابل بصلاح أو فساد مين؟ الزوج. فهمناها من هذا الباب. أما لو كان أبوها فاسق وهي صالحة وتزوجت بفاسق، لأنه هو فاسق ما بصح له يعترض، فهمينها؟ بنته فاسق وهو صالح ما بصح له يعترض، فهمينها؟ فإذا أراد أنك لابد يكون هو صالح وهي صالحة والزوج فاسق. المال، المال قالوا ضابطه أن يملك مهرها ونفقتها لسنة، أو نفقتها، القدرة على النفقة عليها بس، ولو كانت هي صاحبة أموال كثيرة. يعني ليس بشرط في المال أن يملك أموال بقدر مالها، ولكن بيستطيع يدفع لها المهر وبيستطيع إيش؟ ماشي. هذا هو الكفاءة في المال. الصنائع، أبو حنيفة مش عند أبو حنيفة بتعرفه؟ أبو حنيفة ما قال في كفاءة في الصنائع. أبو حنيفة، لكن وجدنا من جهة العرف فرق ما بين بيسموها الكناس والتاجر ويعيب والحجاب. الحجاب قديم كان بيعتبروه حقيرة جدا، يعني جدا بيعتبروه حجان يعني. فمعيب من جهة العرف، فوجدنا حتى في المتون نص عليها معناها ليست قول لأبي حنيفة. أبو حنيفة قال لا تعتبر كفاءة في الصنائع، لكن البحث، بحث إيش مشايخي؟ بحث عرفي. فأنت زوجت مرأة ونقصت من مهر مثله، فللأولياء الاعتراض عليها عند أبي حنيفة حتى يتم لها لها مهر مثلها، صح؟ أو يفارقها. طبعا قلنا الآن صار الترتيب على ماذا؟ أنه لا ينعقد، صح؟ هذا إذا تزوجت وأخذت منه مهر أقل. لاحظ المهر عشان نشرح لكم يا مشايخنا، ننتهي منه. المهر حق لثلاثة، حق لله وحق للولي وحق للمرأة، ابتداء وانتهاء حق لواحد. المهر ابتداء حق لثلاثة وانتهاء حق لواحد. المهر ابتداء حق لثلاثة ونهاية. فلو امرأة تزوجت بلا مال، الشارع يجيز العقد بس يوجب على الرجل أن يدفع لها المهر. إذن لماذا قلنا هو حق لله؟ الله لا يريد، الله غني، بس حتى يحفظ شرف المحل وشرف هذا العقد ومكانته، الشارع يجبر على أن يكون فيه مال، حتى لو زوجت نفسها به، حتى قالت تزوجتك على أن لا أخذ مهر، هيك قالتها بالعريض، ينعقد العقد ويجب أن يدفع لها مال، لأنه حق الله، ولا أحد يملك أن يسقط حق الله. فهمناها كيف؟ ليش ربطناها بحق الله عز وجل؟ حتى لا يملك أحد إسقاطه. بس هي بتستطيع تعمل شغلة في البداية، تتزوج، تقول تزوجتك على 10,000، خلاص كتبناها في العقد، سامحتك فيها، انتهى، لأنه حقها لوحدها. فاهمينها؟ الأب ابتداء في العقد تزوجتك على 10,000، ماشي كتب، بعدين قالت البنت ما بدي إياهم، ما بحق حدا يعترض. الأب بس حقه يحكم، لأنه الأب يعني حتى ما يعاب عليه، لأنه رباها وقام عليها وكذا، هو ما بده إلا أن لا يلحقه المهانة من ذلك. فالله عز وجل غني، والأب له حق فقط ابتداء أن يذكر في العقد، أما القبض هو حق فقط للمرأة. فاهمينها؟ ففي البداية أن يكتب في العقد حق لثلاثة، وانتهاء أن تأخذ مال أو لا تأخذ مال هو حق لمين؟ للمرأة. الله لشرف المحل، والأب لعدم التعيير، والمرأة للتعيير، لعدم التعيير أيضا وحقيتها في المال. فهمناها مشايخنا؟ كيف ربطنا الموضوع؟ شيخ ياس شو عندك؟ سنأتي لها، سنأتي لها بكلام تفصيلي.
عندنا باب النفقات سيأتي. وقال ليس لها حق الاعتراض. وإذا زوج الأب ابنته الصغيرة ونقص من مهرها أو ابنه الصغير وزاد في مهر امرأته جاز ذلك عليهما ولا يجوز لغير الأب والجد. هاي حكيناها في البداية من الذكرين، أنه إذا كان معروف بحسن الاختيار له أن يجوز سواء نقص أو زاد في مهر المثل. ليش؟ لأنه عندما زاد أو نقص هو رأى ميزة أخرى، فهمينها؟ وهو عنده كمال عقل وشفقة. طيب، وقال لا يجوز زيادة الحق عند الصاحبين، ويصح النكاح إذا سمى فيه مهرا. مشايخنا أشرح لكم المهر. ترى النكاح عدة موضوعات يعني معينة، عقد النكاح وألفاظه، بعديها الموضوع الآسف ذكروني موضوع المحارم، وبعدها شروطه، موضوع شروطه، وبعدها موضوع الولي ما يتعلق به، صح؟ وبعدها عندكم المهر، يعني هو في موضوع عناوين معينة يعني. المهر مشايخنا، تعال أعطيكم قسم، كيف أعطيتكم في بداية المحاضرة قسمة الولي؟ ترى كل شيء له قسمة. كيف المحارم لها قسمة؟ خلصنا. هذا القسم عبارة عن قاعدته. هاي لازم كل واحد منكم في ذهنه مثل الفاتحة. خلاص يضبطها خلاص، بعدها شو كل شيء شو بيسوي فيه؟ ببنى على الأحكام. طيب تعالوا نشوف شو قصة المهر مشايخنا. أحد ثلاثة، مسمى ومثل وأقل المهر. هاي المهر، أقل المهر ومسمى ومثل. أقل المهر مشايخنا في مذهبنا ما في مهر أقل من 10 دراهم. من وين جبت العشر دراهم؟ أول شيء من وين جبت العشر دراهم؟ في أثر في ذلك، أثر في ضعف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي موقوف على سيدنا علي، يصح عن سيدنا علي في ذلك. وأن تبتغوا بأموالكم، تبتغوا بأموالكم، هنا هذه إنه بالمال، وكم مقداره، وفسرنا من وين الحديث هذا في الأصول، في الأصول تأخذون في نور الأنوار ففي ذلك. فإذا في أثر لو في ضعف ماشي، وفي موقوف، ولا تنسوا في هذا الموضوع الموقوف في حكم المرفوع، وفي عموم نصوص قرآنية تفيد ذلك استفدناها، وفي قياس صحيح إنه قطع اليد يكون بعشرة دراهم، ووارد في هذا أحاديث كثيرة إنه قطع اليد، في قطع اليد، وقطع اليد إزالة منفعة يد، يعني أصبح ما إلك يد طالما فيش ما طالما أزل منفعة اليد، أزلنا اليد، أزل منفعة اليد أزلناها متى؟ إذا راح 10 دراهم اللي هي دينار. هاي قياس على السرقة إنه لا قطع أقل من 10، وهذا وارد في أحاديث كثيرة يعني. طيب آسف في الكلمة، زوال منفعة البضع كما أنه زوال منفعة اليد بعشرة دراهم، زوال منفعة البضع أيضا 10 دراهم. فإذا لا يجوز أن نزيل منفعة البضع بأقل من 10 دراهم، ولا يجوز أن نزيل منفعة اليد بأقل من إيش؟ 10 دراهم. فقيس على النصاب قطع اليد لأن زوال منفعة، وهناك زوال إيش؟ منفعة. انتبهتم لها؟ طيب الآن من جهة لو سمحتوا التقدير كم تساوي؟ الدرهم يساوي 3.5 غرام. الدرهم كم يساوي؟ 3.5 × 10 35 غرام. الغرام تقريبا 36 قرش، 34 قرش بس. فقديش حكينا احنا؟ 35، صح؟ بيطلع لها بمعدل يالا 15 ليرة، يالا 12-13 ليرة. هذا إذا قدرنا بالدراهم، إذا قدرنا بإيش؟ بالفضة. بس نحن في هذا الباب ما بنفتي بالفضة، بنفتي بإيش؟ بالذهب. الذهب كل 10 دراهم يساوي دينار، كل 10 دراهم تساوي دينار. الدينار كم يساوي؟ ساعدوني، 5 غرامات يا شيخي، 5، وريح راسك.
ثلاثة ونص خمسة. خمسة غرام كم الذهب هاي الأيام سعره؟ ثلاث. معقول هالدرجة هاي؟ مش سهلة والله. أنا مدتني 27 الأيام قبل بعد كورونا هذا؟ بدك بعدين مرة قال تطلب ذهب. يعني أيام خمس دنانير ماشي، مدتني أيام الخمسة ب 700 ليرة بتجيب لها إيش؟ أبداً. مو الناس ستي بس يبعدوا. انت يا شيخ انا بنرجع نفس بس يبعدوا عن القيمه الحقيقيه للحياه، عن الدين، عن التربيه الصحيحه، بصير يتعلقوا بالاشياء هاي الفاضيه، بصير يتعلقوا بالصاله، بالمش عارف ايش، بالاشياء اقل من فارطه، صح؟ بس بنساوي بنساوي شيختي صبي يا شيخ. طيب الان سامح بس الفكره عشان ما انساها شيخ تميم. الضرب ضرب خمسة يا شيخي يعني 165-150 دينار 150 دينار، يعني مهر المرأة أقل شيء على مذهبنا إذا قدرنا بالذهب 150 دينار، وإذا قدرنا بالفضة 15 ليرة. طبعا الأصل في هذا الزمان لا نفتي بالفضة لأن الفضة يعني ما عاد لها قيمة، حتى لا تشترى، بتعرفوا ببيعوك بس ما بيشتروا منك. في هذا الزمن الفضة كثير نزلت، فلذلك نحن لا نفتي لا في الزكاة ولا في غيرها بإيش؟ بالتقدير بالفضة. اتفقنا على هذا مشايخنا؟ الله يرضى عليك يا شيخنا. ما بنفتي بالفضة، اتفقنا على هذا؟ فالمرأة الأيام هاي بدها تتزوج أقل شيء مهرها قديش بنحكي؟ 150-160، مردود عليهن يا شيخ؟ طبعا أنا بذكر على شيء مشايخنا. يعني كثير من الأمور اللي ندفعها في أثناء الزواج مثلا الذهب، هذا مهر ترى الذهب يعطى وما بيحكوا مهر هكذا، بعض اوقات وذهب هكذا الان تغير صار شيء مشايل يعني مع بعض، بس قديما كان فصله. حتى الملابس للمراه ترى تعد من المهر، تستطيعين احسبها من المهر. كل هذه الاشياء ترى هاي الاشياء كثير اشياء كلها تعد ايش؟ من مهر المراه. طيب فمذهبنا لو وحده تزوجت على اقل من هذا المبلغ يجب على الزوج قضاء، يجبر قضاء انه يكمل لها المهر، اقل المهر، فاهمينها؟ لانه عندنا اقل شيء هالقد، اقل شيء، فلو تزوجها على اقل القاضي يقضي بهذا، فهمناها؟ طيب الان بس نكمل، هذا اقل المهر. المسمى مشايخنا، لو واحد تزوج امرأة على ما سمى ولو مليار يجب مليار، بس بشرط أن لا يقل ما سمى عن أقل المهر، فهمناها؟ فالمسمى يجب كائنا ما كان، بشرط أن يكون مال، أرض، شقة، عرفنا، نقود، أغنام، أبقار، يجوز. هذا من جهة الحكم، بس الآن من جهة الوعظ ينصح بالحكنا انه اقل لكن مهرا. طب امرأة في ثمان حالات عندنا تزوجت بلا مهر، ماذا يجب لها؟ مهر المثل. تزوجت وسكتوا عن المهر، ما بنعطيها الاقل، انتبهوا، من التي نعطيها الاقل؟ من سمي لها اقل من الاقل. أما من سكت عن مهرها أو من زوجت على أن لا مهر لها، لاحظ في واحدة مسكوت، في واحدة يقول تزوجتك على أن لا أعطيك مهرا، هي صار عندنا حالتين صح؟ سكت أو تزوجها على أن لا يعطيها مهرا. الحالة الثالثة تزوجها على غير مال، تزوجها على خمر أو خنزير، بطل التسمية يجب مهر المثل. فهمنا كيف طريقة التفكير؟ تزوجها على مجهول، تزوجتك على سيارة، أي سيارة؟ في سيارة 200 ليرة الأيام هذه؟ في سيارات هاملة 500 ليرة، في سيارات 500، في سيارات قديمات، في سيارات 500 ألف، في سيارات، وفي سيارات بنص مليون ربع مليون. فإذا كان في جهالة فاحشة يجب مهر المثل، إذا جهالة فاحشة، إذا كان ليس بمال، وإذا كان مهر. إذا تزوجها على أن يعلمها القرآن،
قديما كنا نفتي انه يجب مهر المثل لانه القران لا يجوز اخذ الاجره عليه، بس فيما بعد صارت فتوى على جواز اخذ الاجره على القران، وبالتالي لو تزوجها على ان يعطيها قراءه حافظ مثلا يصح الان على الفتوى. مقابل لانه اصبح يجوز اخذ الاجره، قديما لا يجوز اخذ الاجره على تعليم القران، فكنا ننتقل لمهر المثل. الان عندما جازت اخذ الاجره على تعليم القران صح ولا ما صحش؟ هاي قديش، اربعه ولا خمسه ناس ولا قديش؟ خمسه. الآن بعديها خمسة، الشغار تزوجها على بضع أخته أو بضع بنته، يعني أنا أزوجت أختي وأنت تزوجني بنتك أو ما شابه ذلك، هذا الشغار يسمونه. أيضا العقد صحيح بس يجب مهر المثل لكل واحدة، فهمتي يا شيختي؟ العقد هو المشكلة في المهر، كل واحدة مهر المثل. وتزوجها على أن يخدمها وكان حرا على أن يخدمها لا يصح التسمية وينتقل لمهر المثل، لا تصح التسمية لأن خدمة البيت واجب على المرأة، الرجل عليه خدمة ما خارج البيت وهي واجب عليها خدمة ما داخل البيت، وبالتالي تزوجها على شيء هو وظيفتها، فهمناها؟ فننتقل لمهر ايش؟ هاي ذكرت لكم سبع حالات اذا ما كنتش ناسي، هذول الحالات اذا توفرت ننتقل مباشره لمشيخنا لمين؟ لمهر المثل، يجب مهر المثل في هذه الحالات. لا، قديما كان لا يجوز اخذ الاجره على تعليم القران. قديما لا يجوز اخذ الاجره على تعليم القران. انت المذهب نفسه كان اصلا الاصل في المذهب عدم، فيما بعد بعد يعني مباشرة بعد 500 سنة كان أول الدولة تتولى تعليم القرآن وإمامة المسجد وتعليم الفقه، فنحن عندنا قاعدة يعني لا يجوز الأجرة على الواجبات على ما يجب، هذا شيء واجب عليك شرعا، أعطيني 5 دنانير خلنا أعمل إمام فيكم، ما بنفع، أنت واجب شرعا عليك أن تصلي. فيما بعد أصبح يجوز أخذ الأجرة على الإمامة، حبس الوقت، على التعليم، على، فهمت يا شيختي؟ هذا بس في أصل المذهب، لأن الأمور المستحقة عليك شرعا الآن مرأة هل يجوز أن تأخذ أجرة على خدمة البيت؟ لا يجوز، لأن هذا واجب شرعا. خلاص شكرا. طيب خلصنا المسألة اللي بين أيدينا هذه، فهمناها؟ صلى على رسول الله، هي راح تأتي طيب صلى على رسول الله. احنا اذا 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 بدنا دائما نرجع على الاصل اللي دائما بنقرره، هل الشرع مخالف للعقل ولا الشرع جاء مكمل للعقل؟ ترى هي كلمه انتوا عدتها كثير، انا بس انا دائما بحب نستحضرها، فما بحب ان العقل هذا ناجره ونبيعه يعني ونتركه، هذا لانه الله خاطبنا فيه كلفنا فيه نختار جنه ونار من خلاله، صح ولا لا؟ الان شيختي هل يعقل شيء شرعي وهو مخالف للعقل؟ بس انا بتكلم عموما هكذا، هلا ماشي، ما احنا نتكلم على هذا، احنا نطرح نناقش عرفيا، نناقش عقليا، نناقش شرعيا، ما عندناش، كله عادي نتكلم. الان شيختي هذا الموضوع بس يطرح،
يعني كالآن، يعني امرأة الآن لا يجب عليها القيام بواجب في البيت. ما معنى؟ بدنا بس نمشي فيه خطوة. معنى أنت يا راجل بدك تروح تشتغل وتجيب فلوس تستأجر بيت وتأثث البيت، وبس تخلص شغلك ترجع، إذا في تكنيسة تكنسه، وإذا في جلي تجله، وإذا في ما حنتكلم زي العربي هنتكلم إيش، وإذا في شطف تشطفه، إذا في ما عليه مش ما واجب عليها، صح ولا لا؟ مش هذا معنى الكلام؟ هذه المعادلة بهذه الصورة، أن الرجل يقوم بخدمة ما خارج البيت كاملا، لأنه لا يجب عليه النفقة، صح؟ هاي متفقين عليها، النفقة مش واجب عليها، وبالتالي النفقة هي خدمة ما خارج البيت، وخدمة ما داخل البيت ما عليها، هي فقط لها أسف مع زوجها الاستمتاع والإنجاب، وحتى إرضاع الولد كمان نفقته على مين؟ على الأب. إيش رأي؟ هل هذه الصورة بهذا المعنى؟ دعك الآن في طبقة تخدم، في طبقة ما إلنا شأن فيها، ما إلنا فيها، هل لا تتجاوز 11,000؟ لا نتكلم عن هذه، بس عامة المجتمع، هل يمكن عيش بهذه الصورة؟ منطق عيش حياتي، هل يمكن عيش بهذه الصورة؟ هل طب كيف بتقول في مذاهب تحكي هذا الكلام؟ كيف تحكوا في دين بيحكي هذا الكلام بهذه الصورة؟ يعني بهذه الصورة، إنما موجود البعض اللي هو يمكن صلاة ما بيصلي ولا ملتفت للدين، بس هو مهتم بإضاعة المجتمع، وبتلاقي بعض الأوقات بيرسلوا إيميلات بأعداد هائلة للناس، بيرسلوا رسائل واتساب بطريقة مذهلة جدا، الخدمة لا تجب في المذاهب الفقهية، وانتم اصلا لا بيعترفوا بمذاهب ولا بيعترفوا بدين، بيأتوا في هاي المسألة، بيجيبوا الفقيه الفقه وبيجيبوا المذاهب، وعند الشافعية وعند الحنابلة وعند المالك، ما شاء الله ما شاء الله، طب انت صلى وش الفرض المتفق عليه عند الكل؟ فنحن ما بدنا نكون يعني اسف يعني نكون أداة ويضحكوا علينا في مثل هذا الكلام. يا عمي الكلام اللي بتطرحه هذا عيب ان نطرحه للنقاش. وانا بعرف العبد الفقير، بعرف يعني احد الاخوه فضلاء يعني صديق، امراه تقوم الليل وتصلي يعني تحافظ على الصلاه نوافل وغيرها وكذا ما شاء الله عنها وكذا، المهم تزوجها، راحوا على تركيا، خلصت تركيا، هي طول الحياه تركيا، كم من يوم بعد رجعنا للحياه. تحكي له يعني الأول شرط آخر ضمي، خلص يعني ما شاء الأسبوعين ثلاثة، أول شرط أنا في البيت، مو في تركيا بتعرف في المطاعم فيش يعني بيبين شيء الأشياء يعني، بس رجعوا لسه في أول شهر يعني مش زمان، أول شهر زواج، بتقول له يعني أنا ما بخدم، الخدمة مش واجب علي شرعا، وبالتالي بدك تروح بتروح تطبخ، بدك تشرب شاي بتروح تساوي. قال حكتها مرة واحنا جالسين في الحديقة يعني جالسين هيك ومبسوطين، فأنا فكرتها بتمزح يعني ما خطرت ببالي يعني ما راحت ببالي وشغلات زي هيك كذا، فأنا قلت لها بقوم يسوي قهوة يعني مزح بحكيها يعني لسه متزوجين جداد بس هم 70-30 يعني، قالت لا الأول شرط آخر رضا، وحكت له الكلاشيه اللي حكت فيها هذا، فقال انا ما اخذت ببالي يعني ما درتش يعني ممكن بتمزح وكذا وكذا، فرحت سويت قهوه وجبت وشربنا وكل شيء، بتفرج على فنجان القهوه ظل 3 أيام ولا انشاف. انا بصور لكم قديش مثل هاي الفتاوى الخبيثه اللي وراها ناس خبثاء بس بسعوا لهدم المجتمع. أنا هاي قصة رأيته وشخص بعرفه تماما يعني علاقته فيه جدا قوية يعني، ويعني كنت أشعر عشت الحلقات معه حتى اتطلقت يعني آخر شيء يعني آلت الأمر الطلق يعني إيشو، علما إنه يعني كانت تشتغل في مكان بعيد، كان الصبح يأخذ بالسيارة يوصلها يعني إكراما له ابن أهل الجود وكرم وفضل يعني ما أخذش فيها الموضوع ويوصلها لعملها يعني، ومش إنه يقولها أعطيني إشي من راتبك ولا إشي، وبعد الظهر يروح يجيبها يعني بعد خلص دوام يمر عليها يعني كان معتني فيها ومتحرص يعني وكذا وكذا وكذا، ومع ذلك ظلت معلقة على الموضوع هذا، مر شهرين ثلاثة
يعني فيش يعني مش حياة هذه يعني يعني مش حياة، كل واحد يخدم نفسه كذا، وهالأمر في النتيجة إلى الطلاق يعني عنده. فهذا إشي فظيع في هذه بهذه الصورة مشايخنا إن شاء الله زي بهذه الصورة. أنا أظن أنا بتكلم عن مذهبنا، ما ليش مذهب أخرى، لأنه كل مذهب له ترتيبه وله مرحلة، وكثير ناس أسف ما بس ما بدي أطعن ولا شاء الله زي. الآن نحن مذهبنا كثير ناس بتقوله، وبالتالي بس بدك تأخذ مش من مدرس، تأخذ أي واحد، بدك واحد بفهم في المذهب، بفهم في المذهب. ولذلك البعض بنسب للمذاهب الأخرى، أنا ما بعرف صحة النسبة، حتى لو درس فلان هو مين فلان، هل من أهل المذهب الضابطين إلو؟ لأنه إحنا في عبارتنا في مذهبنا مثلا موجود ولا تجب هيك، ولا تجب الخدمة على المرأة، بس هاي لا تجب إيش بقصدوا فيها، لا تجب قضاء، لا تجب إيش قضاء. يعني أنا في ترتيب مذهبنا بفهم هذا الشيء، لانه في نفس الوقت بيحكوا تجب، يعني عبارات يعني هيك بيحكوا هيك بيحكوا، لها ترتيب معين، ولا يجوز ان تاخذ اجره لان الخدمه واجب علي، يعني بذكروا عبارات. بيجي واحد جاهل او طاب على المذهب او طاب على الدين هكذا، ياخذ عباره ها انتم لا تجب موجوده في المتن، يا ابن الحلال انت ما بتفهم انه هاي المتن وضعت للقضاء، معقول القاضي يحط كاميرا يتاكد الصبح عملت له بيض ولا بطاطا؟ ففي اشياء كثيره لا ينص عليها لأنها لا غير منضبطة، فكل ما لا يكون منضبط لا ينص عليه قضاء، مش منضبط شو بدنا نعمل فيه. مثلا علاج دواء المرأة، علاج المرأة الآن لا يجب على الزوج ينصون، بس لا يجب عليه قضاء، بس ديانة واجب ولا مش واجب، بس لو قلنا قضاء يجب على الرجل تعرفه دمار، عارف شو راس ماله، كيف الحوادث، بس واحد يوقع تمر من بجواره سيارة ويوقع على الأرض، بروح عند مستشفى بضرب الفاتوره بثلاثة أربعة، بتعرفوا صح في المستشفيات مباشره مجرد عرفوا انه حادث بضربوها بايش بأربعة، ودوله وينها مش عارفين الدوله وينها، طب ليش المستشفى بتعمل هيك، يعني اعطوه علاج خاص هذا من السماء، يعني مجرد انه يعرف حادث الفاتوره ضرب خمسة ضرب أربعة، لانه معروف في شخص مشتكي ومشتكي عليه، فانت غصب عن اللي خلفك بدك تدفع، كيف يصير استغلال، بصير تعرف المراه. لو نقول قضاء واجب على الرجل علاج المرأة، أنا بدي توديني هسا على تركيا، بدي هسا تجيب لي كذا وكذا، لا والله ما بقدر، بروح على المستشفى، يعني بصير المرأة بس بدها بس يصير بس راحت على المستشفى وأنا مريضة، بصير مثل حادث، فاهمين شو مثل حادث، بس تروح على المستشفى ببيع الدار، ببيع الدار عشان ايش يدفع الفواتير تبعت، فاهمين كلامي. لذلك في القانون الاردني قالوا يجب يجب علاج على الرجل، بس حكوا بعديها بالمعروف، عارف شو معنى الغت الماده بالمعروف، يعني في البشير يعني تروح على البشير، يعني راح تتعذب هي من شو فاهمين، بس حطوا قيد، حكوا يجب بس حطوا بعدين بالمعروف، كلمه بالمعروف الغت، بس لو ما حطوا بالمعروف دمار، بصير المرأة بدها تعاقب زوجها راس مالها بس تروح على المستشفى. فأنا حبيت أقول لكم في أشياء نحن غير منضبطة قضاء فبنحولها ديانة، وهكذا بنشتغل بين ديانة القضاء. فالآن قضاء بنقول لا يجب لأنه غير منضبط، كيف الطعمية كيف تشرب وكيف تكوين هذا مش منضبط، فبنترك ديانة بس لا نوجب عليه أجرة قضاء، فاهمين إلها ترتيبها ترتيبات. فبيأتي واحد جاهل أو خبيث أو 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 أو, أو بيستغل مثل هاي النصوص اللي هي مش هذا محملها، وبيجي بيعطينا احكام على خلاف مجرى ايش العقل والعرف وغيره، وبقول لك المرأة ما عليها خدمة، طب عليها نفقة ما عليهاش نفقة، طب شو بتساوي شو وظيفتها، يعني هي طول الوقت تضل تقلب على الافلام، يعني تشوف شو في نوع افلام، وهو يعني اعطيني منطق حياة تعاش وترتيب. فلذلك انا بقول عبد الفقير يعني فكرة انه المرأة لا تجب عليها خدمة البيت هاي في غاية الغرابة، وبدها تحارب، ولا يشيح الا انسان جاهل او فاسد، لانه كترتيب حياتي بحاجة مثل ما هم بخدم الان خارج البيت، هي تتحمل المرأة قرف واحد صح؟ لا وقرف الزوج وهو في المقابل بتحمل قرف مجتمع، مظبوط ولا لا؟ فالكل عليه، يعني الكل عليه تحمل، مش الان بيتعاملوا مع الناس بيسمع ما لا يعجبه، بيسمع 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 بيسمع
وهيش طبيعي بتتحمل هلا هل عنده هو بتحمل ودنيا ماشي يعني. فأقصد أما هو هي ما عليها ولا إشي بالمرة، هذا في إيش مشايخنا؟ في خلل وفي أصابع. وهذول المشايخ اللي بيحكوا زي هيك يعني، يعني عليهم إيش يا سيدي؟ وآسف في هذا الكلمة بس بديش يعني نصر فيها. للأسف في مجموعة من المشايخ اللي كلكم بتحفظوا أسماءهم بلا استثناء، وهم مجموعة آسف يعني كذابين جهال، وحتى فسقهم للي بتبع معروف ومشهور جدا. النساء أسهل تجييشهم، فأصبحوا بمواعظهم بيجيبوا السواليف اللي بتحبها النساء وبسولفوا قصصهم وإلك 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 وإلك، وهو أصلا لا هو من أهل العلم ولا من أهل الفقه ولا من أهل الخير ولا 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 مش معروف بالمرة. لكن الخروج على الفضائيات أصبحت صنعة، والاشتغال على هذا الوتر بيعمل زباين وبيعمل جمهور. فلو نظرت جزء كبير، إن ما كانش الكل من المشتغلين بالوعظ مشتهرين جدا، هم مجموعة دجالين كذابين فقط عملهم الرئيسي الشغل على هذا الشيء بطريقة خطأ للمرأة، دمر المجتمع هو مقابل الجاه والوجاهة والسمعة وكذا 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 وكذا. ومعروفين كثير منهم بالفسق، منهم حرمية كتب، منهم مسائل يعني معروف يعني سمعهم. شو أقول لك للي بيعرف مختص يعني؟ كثير سمعتهم سيئة، كثير دين ما عندهم يعني، ما عندهم جديد بس ملعوبين وبيعرفوا هذا ما يطلبه المستمعين، ما تطلبه النساء. ما عليك ما عليك ما عليك، وبخرب بيته وبيت اللي خلفها. فبدنا نحذر من هذه الفئة عامة المشاهير، ممن يشتغلون بالوعظ وبركزوا على موضوعات النساء، مجموعة دجالين كذابين مشهورين جدا ومتابعينهم بعشرات الملايين. فبدنا نحذرهم لأنهم شياطين، وهم كانوا سبب في إفساد مجتمعاتنا، لأنه أشاعوا أفكار في غاية الغرابة في غاية البشاعة. ولو واحد منكم يعني إنه ما عرفوا الطبع على بعض أحوالهم سيرى شيء عجيب جدا، ناس في غاية الفسق، مش فسق قليل، في غاية الفسق يعني. بس إيش يعني عرف السوق شو بده واشتغلوا عليه. فبدنا ننتبه مشايخنا وشيخاتنا، سمعني يا شيخي؟ بدنا ننتبه، الموضوع واضح يعني، واضح مش واضح جدا يعني. لا يمكن الدين يوصلنا لأقل مما يوصلنا العقل، العقل برفض هذا، فكيف الدين ما يوصلنا إليه؟ وهي كمان قسمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سيدتنا فاطمة وسيدنا علي، هكذا قسم، عمل بيت جعله لمين؟ لفاطمة، وعمل خارج البيت جعله سيدنا علي بن أبي طالب، هكذا قسم يعني. الأمر واضح جدا عقلا ونصوص شرعية ونصوص كذا واضح جدا. فما بدنا نغتر وما بدنا نسمع على بعض هذول الدجالين، بس ننتبه من نحضر هؤلاء الكذابين بس بهذه مشايخنا. طيب مشايخنا، أنا هي قسمناكم المال، أنا بس نزيد لكم شيء على تقسيم المال، هي خلصنا أقل المال مسمى مثل مشايخنا. طيب مشايخنا صلوا على رسول الله. الآن نبدأ بأقل المال، إذا سمى أقل من أقل المال يجب المال. طيب أقل المال والمسمى يتأكد في ثلاث حالات: بالدخول والخلوة، بالدخول والخلوة والموت. يتأكد كل المهر، المهر يتأكد في ثلاث حالات، يتأكد كل المهر. طبعا المرأة مجرد عقد عليها وجب المهر خلاص، لكن إن طلقها قبل الخلوة، قبل الدخول، قبل الخلوة الصحيحة، قبل الدخول وقبل الموت حصل يعني يجب إيش؟ يجب نصبر. لكن إذا مات يجب كل المهر، إذا دخل بها يجب كل المهر، إذا خلى بها يجب كل المهر. هذا في إيش؟ في الأقل المهر والمسمى. في المثل، في المثل إن دخل بها يجب المثل، وإن مات يجب المثل صحيح، وإن خلى يجب المثل.
لكن إن طلقها لا يجب نصف المهر. لاحظوا في الأقل المهر والمسمى إن طلقها قبل ماذا يجب؟ نصف، فنصف ما فرضتم. بس في المثل إن طلقها يجب المتعة. انتبهتم؟ يعني في الثلاثة يتأكد الكل بثلاثة أشياء، صح؟ طب إن طلقها قبل هذه الثلاثة أشياء في الأقل والمسمى يجب نصف، وفي المثل لها المتعة. المتعة ما بين، المتعة ما بين خمس دراهم، يعني أقل شيء خمس دراهم وأكثرها نصف مهر المثل. بكل قديش المتعة؟ هاي تقديرها من بين، المتعة هي كسوة كاملة للمرأة. المتعة كسوة كاملة، آسف الكلام، من منديلها لجلبابها لبنطلونها لحذائها، كسوة كامل المرأة على حسب العرف. هاي يسموها إيش؟ المتعة. فالمتعة تجب للمرأة التي وجب لها مهر المثل وطلقت قبل الدخول. المتعة تجب في حالة واحدة، المتعة تجب في حالة واحدة. لمن إيش؟ لم يسمي لها مهر وطلقها إيش؟ قبل الدخول. الآن تستحب في حالات، أي امرأة دخل بها وطلقها يستحب زيادة على المهر يعطيها إيش أيضا؟ متعة. لمن دخل بها يستحب، فهمناها؟ بس إذا امرأة طلقها قبل الدخول وجب لها نصف المهر يباح، لا 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 يستحب. إذا المتعة لها ثلاث أحكام، تجب في حالة واحدة، من طلقها قبل الدخول وجب لها مهر المثل، تستحب لمن دخل بها، تستحب مع مهرها، تجب لها المهر وزيادة عليه إيش؟ متعة. وتباح لمن طلقها قبل الدخول وقد أخذ إيش يا شيخنا؟ نصف، لأنه خلاص هي أصلا ما قدمت شيء وأخذت نصف المهر فكفيها. فاهمينها؟ انتهينا من هذه؟ أقرأ العبارة لو سمحتم. وإذا ويصح النكاح إذا سمى النكاح إذا سمى فيه مهرا، ويصح وإن لم يسمي فيه، صح؟ طب هذه، طب من وين جبتوها أنتوا يصح النكاح؟ في القرآن، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. نحن مشايخنا احفظوه هذه، النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة، صح؟ بينما البيع يبطل بالشروط الفاسدة، صح؟ طب من وين جبت التفريق؟ من هذه الآية، مع أنه شرط فاسد، أنه لا يوجد مهر، والمهر من شروط النكاح، ومع ذلك الله ماذا سماه؟ نكاح، لأن طلقتم. الطلاق يتبع مين مشايخنا؟ يتبع. فإذا كان في نكاح مع أنه ما في مهر، يعني في شرط فاسد، صح؟ مع ذلك اعتبر يقع فيه الطلاق ولا ما يقعش؟ يقع الطلاق. فاعتبر وقوع النكاح وإن كان يوجد فيه شرط فاسد. فهمنا؟ لذلك ما في عندنا نكاح فاسد، احنا نكاح باطل كله سواء. هذا التفريق في البيع والإجارة. هنا في القرآن قال بوقوع الطلاق على نكاح لا يوجد فيه شرط، فإذا النكاح كان صحيحا والشرط فاسدا، معناها صح؟ ويجب عليه أن يدفع إيش مشايخنا؟ مهر المثل. انتبهوا لها. لا لا نحكي، بس ما في مثل 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 الصلاة، نحكي باطل وفاسد نفس الشيء. يعني ما في عندنا فرق ما بين الباطل والفاسد إلا في المعاملات البيع والإجارة، باقيها لو قلنا باطل أو قلنا فاسد نفس المعنى. صحيح، ما لأنه ما في فرق، يا صحيح يا باطل، ما في عندنا فاسد. فاسد بالمعنى الاصطلاحي الموجود في البيوع ما في، لأنه هنا هي أمامكم شرط ومع ذلك النكاح يعتبر صحيح. فلذلك نقول النكاح يصح مع وجود الشرط الفاسد، والنكاح صحيح والشرط إيش له، مثل شرط لعدم المهر. شفتم أجملها؟ وأقل المهر 10 دراهم، فإن سمى أقل من 10 دراهم فلها 10 درسناها، ومن سمى مهرا 10 فما زاد فعليه المسمى إن دخل بها أو مات عنها، وأيضا إن خلى بها. أنا قلت فيها بس بذكر موضوع آخر، ماشي؟ فإن ثلاث لا تنسوها، وإن طلقها قبل الدخول والخلوة فلها، هاي ذكرها الخلوة ذكرها هنا، شفتم؟ فلها نصف.
الخلوة مشايخنا أشرح لكم إياها، نحن عشان هذا متعلقات بعد ما أرجع عنها إن شاء الله المرة القادمة. الخلوة أن يجتمع رجل وامرأة بينهما، ركزوا معي، يجتمع رجل وامرأة بينهما عقد صحيح في مكان لا يطلع عليهم ثالث إلا بإذنهما. ما في مدة، ما فيش مدة. اجتمع بدون بينهم عقد، عقد وفي مكان لا يطلعين، ممكن يكون في بيت وغرفة بس ما بدخلوا عليهم إلا يستأذنوا، نعتبرها خلوة. ممكن يكون خلوة عرفا على حسب، هل لا أحد على حسب عرفهم، يعني باب مغلق هكذا بس مش بمفتاح، وأي واحد الأم بعد شوي بتجيب الشاي بتفتح الباب بدون تقول اسمحوا لي أدخل، الابن بدخل، ليست خلوة، بس إذا لا يدخل عليهما إلا بإذنهما تعتبر خلوة. ترى هاي مهمة وكثير بترتب عليها أحكام، بناء عليها على السريع بنقول يا عمي عدي ولك كذا كذا كذا، ولك المهر كامل. انتبهنا إلها؟ اجتماع رجل وامرأة في مكان لا يطلع عليهما ثالث إلا بإذنهما وبينهما عقد صحيح، هاي نعتبرها خلوة. الخلوة إيش تأثيرها مشايخنا؟ الخلوة تأثيرها في إكمال المهر. الخلوة الفاسدة نوجب فيها العدة، انتبهتم؟ العدة تجب احتياطا حتى في الخلوة الفاسدة. الخلوة طبعا بتصبح 11 حكم لها، بس ال 11 برجع على شغلة واحدة، ايش هما؟ إكمال المهر، لأن الخلوة الفاسدة نوجب فيها العدة، لأن احتياط احتمال حصل بينهم جماع. فهمناها؟ فهمين مشايخنا؟ فالخلوة الفاسدة نوجب فيها العدة، بس الخلوة الصحيحة نوجب فيها كمان كمال إيش؟ لا فيها عدة، فيها عدة، كله في عدة، بس زيادة العدة دائما، العدة حتى في الفاسدة. الفاسدة عدة بلا مهر، عدة بلا مهر، الصحيحة في عدوة. فصار الفرق إكمال المهر، بس هيك كلمتين إكمال المهر خلصنا. ورغم أنه ذكر نقاط عديدة الآن، فأنت تزوجها ولم يسمي لها مهرا، أو تزوج على أن لا مهر لها، فلها مهر مثلها إن دخل بها أو مات عنها، وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، شرحت لك إياها صح؟ وهي ثلاثة أثواب من كسوة مثلها، شرحت لكم إياها، طبعا هذا في عرفهم خلاف عرفنا. وإذا تزوج المسلم على خمر أو خنزير فالنكاح جائز ولها إيش؟ مهر مثلها. وإن تزوجها ولم يسمي لها مهرا ثم تراضيا على تسمية مهر فهو لها إن دخل بها أو مات. مشايخنا أشرح لكم إياها المسألة، هاي شو معناها؟ زيادة على ما قلنا، المهر ما يسمى عند العقد، المهر ما يسمى عند العقد، هذا بنسميه تراضي. بعد ما تزوج وعقدوا 100%، بعد ما عقدوا بيوم، ركزوا معي، بعد ما عقدوا بيوم قالوا خلينا نخلي المهر 500 دينار، 1000 دينار، صحيح نعتبره 100%، ما عندناش مشكله، لكن في حكم ما بنعتبره، ان طلقها قبل الدخول لها المتعه. ليش؟ لانه فنصف ما فرضتم، ما فرضتم هو العقد المسمى في العقد، المهر المسمى في العقد، وليس ما تراضى عليه الأهلون فيما بعد. انتبهتم؟ فبعد لو سموا بنعتبره 100%، ما عندناش مشكلة، بس إن طلقها قبل الدخول لا ينصف. الذي ينصف استحسانا، ترى النكاح أشبه بالإجارة صح؟ وأنا استأجرت منك الدار ثم بطلنا، بدفع لك شيء من الأجرة؟ فالنكاح من جهة القياس إذا حصل فيه طلاق قبل الدخول المرأة ما تأخذ إشي، لكن جاءنا نص قرآني بيحكي لنا فنصف ما فرضتم، يعني بيان لشرف المحل أن المرأة تستحق نصف المهر. هذا هل هو موافق للعقل؟ ليس موافق للعقل. المرأة لها نصف المهر، هل هو موافق للعقل؟ موافق للقواعد. المرأة ما قدمت شيء، لماذا تأخذ نصف المهر مني؟ لكن الشريعة جاءت نصت عليه نصر، فعرفنا النص استحسانا نسميها، فنقتصر على موضع النص، النص فيما فرضتم والتي فرضتم هو العقد المسمى، وبالتالي لو تراضوا فيما بعد لا ينصف. الذي ينصف ما كان مكتوبا في العقد. فهمناها؟ لذلك هنا قال وإن تزوجها ولم يسمي لها مهرا ثم تراضيا على مهر فيما بعد
فهو لها مش مختلفين إن دخل بها أو مات عنها. جيد. وإن طلقها قبل الدخول شو حكى؟ لها المتعة. فهمناها مشايخي؟ وإن زاد لها، هاي مسألة الحط والزيادة مشايخ، أشرح لكم إياها، آسف أشرح من الموضوع. وإن زاد لها في المرض مشايخنا، الزيادة والحط قاعدة تلحق بأصل العقد. الزيادة والحط تلحق بأصل العقد. الزيادة والحط تلحق بأصل العقد. هذا في البيع والإجارة. واحد صار متزوج امرأة 50 سنة، بقال يا أم محمد إلك زيادة 500 دينار، ما خيبته، راحت عند القاضي وقالت بدي 500 دينار، بتفحن مثل الأسد. أي زيادة هي؟ إذا قالت حطت عنك يحط عنها، فطالما النكاح موجود وواحد منهم زاد أو حط، ما الحكم؟ يلزم. حتى في البيع، بعت السيارة اشتريت، لسه البيع قائم وأنا حطته أو أنت زدت، يلزم أو لا يلزم؟ فيصبح لازم. فهمنا مشايخ الزيادة والحط تلحق بأصل عقد، قاعدة عندنا الزيادة والحط سواء في نكاح أو بيع تلحق بأصل إيش؟ تلحق بأصل عقد. بس هنا بدنا ننبه على شغلة مشايخ، طالما فتحنا هذا الموضوع بدنا ننبه على شغلة. المرأة بعد ما تتزوج بتحط عن زوجها الذهبات. يعني عادة بتزوجوا قدام الناس بلبسوا الذهبات، وبعدها ايش؟ شهر زمان بيسدوا حد الثلاجة والسيارة والمش عارف ايش، بيبيعوا الذهبات. طبعا هي لسه عايشين في العسل، بتعرفوا لسه الحياة حلاوة عندهم، فبتقول له خذ واللي بدك اياه، ويعني ابشر، وتعطيه نقوط وتعطيه المصاري كلهن وكل شيء. الان اعطته اياهن لانهم متراضين وفي تحاب بينهم. تعال، مش اليوم اعطته اياهن، ثاني يوم يختلف على البيض الصبح. اول موضوع وين ذهباتي؟ انا بدي اخلص لشيء مشايخنا عشان ما نفتي في هاي المسألة بطريقة خطأ. في الواقع من نجد المرأة في الظاهر تلفظت انه إلك وانا ما بدي اياهن، وانا اصلا ما كيف انا بيني وبينك في مصاري ابن الحلال، ما فيش. هذا كله كلام على التحبب مشايخنا وليس على الحقيقة. ومنجده مش عند امرأة، منجده عند كل النساء بحصل. وبالتالي ما منقول هي امرأة عاقلة وتلفظت بلفظ، اللفظ يطلق ويراد به معنى. فنرجع للمجتمع، في فهم المجتمع وفي فهم النساء لهذا، نجد في الحقيقة وإن أطلق لفظ واضح في حط أو إسقاط أو يعني مسامحة الرجل بالذهب، لكن في الحقيقة لم يحصل هذا. وبالتالي يعني أنا الذي أقول عبد الفقير لا نفتي أبدا إنه حق المرأة في الذهب يسقط، ولو حكت له 100 عبارة بيبقى الحق ايش؟ اخذ دفع حد السيارة، حد العرس، حد المش عارف ايش، حد بضل هالألفين والثلاثة والخمس والسبعة. بضل 2005 و7، هذول حق للمرأة لها ان تأخذهما اي وقت ايش؟ اي وقت تجي. انتبهتوا لهذه المسألة مشايخنا؟ لان البعض يغتر بهذا، يقول هي سامحت وما لها حق عندي. لا، هذا لا نجده. يلا بطلب ترث يا شيخ، مش مشكلة. نعم، حقيقة هذا هو الواقع، فما بدنا نفسر ألفاظ على خلاف العرف. بحكي صح مع مشايخنا ولا لا؟ ايش شو؟ دين هو على حسب، في أولاد فيش أولاد، إذا أولاد له نصف الميراث. مشايخ بس عشان خلص الموضوع، ما أدرى ما سامحوني. وإن زاد لها في المهر في العقد زيادة خلصنا منها، وتسقط بالطلاق قبل الدخول خلصنا منها صح. وإن حطت عنه من مهرها صح الحط. وإذا خلى الزوج بامرأته وليس هناك مانع من الوطء
ثم طلقها فلها كمال المهر. شفتوا العبارة؟ فلها كمال المهر، هاي إيش؟ الزبدة أنها تستحق كمال المهر. فإن كان أحدهما مريض، يعني الرجل عنده مرض ولو خلو، هذا مانع شرعا، أنا ما حكيت لكم إياه، في مانع شرعا أو طبعا أو كذا، مانع شرعا يعني أو طبيعي، مثلا رجل مريض مثله لا يقوى على الجماع، لا يعتبر خلوة وإن كان في مكان يأمن، أو كان في رمضان ومعروف 60 يوم فمش سهل صح، أو محرما يعني عيد الحج يعني مش سهل صح، فمثل هذه لا تعتبر خلوة، فهمناها؟ أو عمرة، أو كانت هي حائض، لأنه نحن نحسن الظن بالمسلم صح أن لا يأتي زوجته، فليست بخلوة صحيحة. بس الآن وإن لم تكن خلوة صحيحة يجب العدة، انتبهتم؟ احتمال يكون قليل دين، احتمال كذا، احتمال كذا، فالعدة عشان حفظ الأنساب دائما تكون موجودة، انتبهنا لها. بس الموضوع موضوع كمال مهر. فإن وإذا خلى المجبوب، المجبوب مقطوع الذكر، بامرأتي ثم طلقها فلها كمال المهر. أبو حنيفة بيحكي يا عمي هي المرأة شو مطلوب منها؟ تسلم نفسها. يعني أشبه لكم إياها، يعني أجرت لواحد سيارة، أعطيته المفتاح وبقيت عنده أسبوع وما ركبها السيارة، بتستحق له ولا ما بتستحقش؟ فهي أنت ماذا أقصى عندك؟ تسلم مفتاح الشقة، تسلم مفتاح السيارة وخلصنا. المرأة أقصى ما عندها أن لا تجبر الرجل على جماع، هي سلمت نفسها، وبالتالي مجرد اختلى بها في مكان يأمن من دخول ثالث تستحق المهر كاملا صح؟ صحيح؟ الآن المجبوب هي سلمت نفسها، قامت بما عليها، وبالتالي صار الإشكالية من عنده أنه هو لا يقدر على الجماع تماما، بس معذرة ممكن مع هذا يحصل، أنا لا غير متأكد، ممكن يحصل حمل، ليس بشرط الجماع في الحمل، في صور لذلك. فالمهم تستحق، قال لا تستحق نصف المهر، وتستحب المتعة لكل مطلقة، هاي شرحت لكم إياها المدخول بها، إلا المطلقة واحدة وهي التي طلقها قبل الدخول وقد سمى لها إيش، هذا كله شرحت. وإذا زوج الرجل ابنته أو أخته على أن يزوجه الرجل أخته أو ابنته، هذا الشغار، فيكون كن عقدين عوضا عن الآخر، فالعقدان جائزا ولكل واحد منهما مهر المثل. وان تزوج حر امراه على خدمته سنه او على تعليم القران فلها مهر ايش المثل. وان تزوج عبد حره باذن مهر اشرح على خدمته سنه. العبد اختلف، يعني يجوز العقد على ذلك. واذا اجتمع في المجنونه ابوها وابنها فالولي في نكاحها مين؟ ابنها.